اهلا بيكم معانا من الفاصل. احنا دلوقتي بقى الفقره هنتكلم فيها عن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وبنخاطب فيها الاهالي ازاي يتعاملوا مع الاطفال. احنا معانا النهارده الاستاذ دعاء هنداوي، اخصائيه تربيه خاصه. اهلا بيكي. نورا حضرتك. طبعا ان يبقى في عيله فجاه في طفل ذوي احتياجات خاصه ليها ترتيبات خاصة ومعينة لازم الأهالي يكونوا عارفينها، يتعاملوا ازاي من أول ما الطفل بيتولد لغاية ما مثلا بيكون في سن بقى بيبتدي يختلط مع ناس تانية زي مدرسة، زي أو مثلا معاه مثلا أخواته ما عندهمش مشاكل معينة، ازاي يتعاملوا مع بعض. احنا حابين نبتدي كده من الأول خالص، تنصحي الأهالي بإيه؟ اتفضلي. هي في شويه فيزز كده اللي هي المراحل اللي بتحصل عند اي ولي امر اول ما بيكتشف ان عنده طفل سبيشال نيدز، ذوي احتياجات خاصه. بيبدا الاول في مرحله الصدمه، اول ما بيكتشف الامر ايه ده، انا ازاي عندي طفل كده. بتبدا الصدمه، ممكن الصدمه دي بتكون بتخليهم في حاله بيبقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي. لا، ممكن تطول اكتر لو خاطر لو الطفل ده اول طفل في الاسره. دي بتكون ممكن تطول شويه، ممكن ما تطولش اكتر لو خاطر ان في فرد من الفردين بابا او ماما في الاسره بيكونوا اهدى شويه. يعني لو بابا اهدى بيهدي ماما. طب بعد كده في مرحله الانكار اللي هو لا انا ابني ما عندوش مشكله، بعد بقى ما بيلفوا على دكاتره كتير واخصائيين كتير ويقولوا لهم نفس التشخيص، لا 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 انا ما عندي، انا ابني كويس جدا، انا مش انت دكتوره مش كويسه، او انت دكتوره لا دي دكتوره مش فاهمه، دي قالت لي ابني عنده كذا وابني عنده كذا. بيبقوا في حاله مصدومين فبيبقوا مش موافقين بالواقع ده من كتر الصدمه. احنا لا ما عندناش الكلام ده، احنا طفلنا نورمال عادي ما عندوش اي مشكله. تمام. بتيجي بقى مرحله بعد كده، مرحله الغضب. احنا ازاي انا عندي طفل كده، ازاي انا هواجه الناس بيه، ازاي همشي بيه في الشارع، ازاي هعمل، ازاي هخلي. برضو مرحله الغضب دي لو تغاضينا عنها يعني بصي مشاكل كتير جدا هتتحل. او رضينا، يعني هي دي بترجع برضو للرضا. كنت بسمع لقاء للشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، كان بيقول لن يرضى لو رضيت بالقضاء رفع البلاء. يعني خلاص انت لو رضيت بالقضاء اللي ربنا قضاء البلاء اللي انت وصلت ليه دلوقتي ربنا هيرفعه عنك وخلاص، ما مش هيبقى فيه مشكله وابنك هيبقى كويس. او حتى لو عندنا احنا اي مشكله احنا هنكون كويسين لو احنا تيقنا بالله وخلينا عندنا ايمان بالله كويس، خلاص احنا تمام. بعد ما الغضب بقى خلاص بيهدى شويه اللي هو عمليه الانطفاء، خلاص احنا تمام مفيش اي مشكله. مرحله اللوم بقى اللي هو طب كل مرحله بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ على حسب كل اسره. طبعا من درجه الثقافه، درجه التعليم، درجه القوة الدينيه عندهم، يعني الالتزام الديني عندهم عامل ازاي. ما في ناس ما عندهاش يعني قليله شويه مع ربنا علاقتها، فتلاقيها اللي لا انا ما لا انا هكسر واخبط وارزع ومش ايوه كده.